أكتر لبنت فينا هي جميل. أنا كنت أنضمون إلى البث، جميل جدا، أخليكم أن تندموا أكثر، وأنا جدا في انتظاركم اليوم، ينتظرنا البث بالفعل ممتع، وأنتظركم أن تندموا أكثر، وأنتظر ضيفي أن يكون معي وأنتظركم أنتم أن تندموا أحبائي. إذن أنا متأكدة من أن الكثير منكم أو تقريبا معظمكم يعرفون ياسر البحري. أهلا أهلا ياسر، جدا أتشرف بوجودك. مساء الخير. مساء النور، هل تسمع صوتي بشكل جيد؟ الآن 100%. جميل جدا. ولدي مساء النور، جدا أتشرف بوجودك اليوم في البث، ولدي أخبار جدا جيدة. أنت يمكنك الحديث بلهجتك لأن أنا أفهم اللهجة إن أحببت طبعا، ويعني إن أردت بالفصحى، طبعا كوني أجنبية أتحدث بالفصحى، ولكن أنت يمكنك أن تأخذ راحتك إن أردت الحديث بلهجتك. طيب شكرا. نعم، أولا أود أن أقول أنني قرأت وبدقة سيرتك الذاتية، وبالفعل أنت إنسان قوي في رأيي بمعنى هذه الكلمة، وأنت تمكنت من بناء حياتك من جديد وبنجاح. أعرف عن ما حصل بك في أمريكا بخصوص السجن والسنوات التي أنت قضيت فيها، كذلك أعرف أنك تمكنت من الخروج من المأزق، وعندك الكثير من الكتب الرائعة والمفيدة، واليوم أنت تعلم الناس الاستفادة من تجربتك وبناء الحياة حتى ولو كان من الصفر. في الحقيقة أنا كنت أفكر كثيرا في القصة، والكثير من الناس بعد مثل هذه التجارب، نحن في روسيا نقولون يعني يحصل معهم الكسر، وهم يتناولون المخدرات والكحول، لا يستطيعون العودة، ولكن أنت قمت بنجاح. جدا أنا يعني أعجبت بتجربتك وبقوة إرادتك وبقوة شخصيتك، هذا ما كنت أود أن أقوله أولا كمقدمة. شكرا جزيلا. وطبعا السؤال هو، لماذا أنت توجهت للسوشيال ميديا؟ كيف بدأت، وهل كنت تتوقع هذا النجاح؟ أول شيء يسعدني أن أتواجد معك على السوشيال ميديا، وشكرا جزيلا لدعوتي لأدخل معك في اللايف. و أوتوماتيك sometimes you know I speak in English، ليس لأني أريد، ولكن لأني عشت بينه 23 سنة، فأود التحدث باللغة العربية، ولكن أحيانا أحذف كلمة أو كلمتين باللغة الإنجليزية، فسامحيني مقدمة. لو كنت أعرف الروسية، لو عشت عندكم 23 سنة لأتحدث الروسية معك، ولكن anyway السوشيال ميديا بالنسبة لي مسألة قديمة أزلية، يعني سنة 2004 2005، قبل سنة أو سنتين قبل أن أدخل سجون أمريكا، كان عندي فيسبوك. أنا ذاك فيسبوك كان فقط للطلبة، أي إنسان طالب في جامعة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان يسمح له أن يحصل على حساب الفيسبوك 2004-2005. فأنا وظفت الفيسبوك كنوع تجاري لمحل كافي شيشة اللي فتحته سنة 2005. فالسوشيال ميديا بالنسبة لي مسألة قديمة، ولكن بعدما دخلت السجن تعرفت أن هناك تطبيقات أخرى بالإضافة إلى فيسبوك مثل إنستغرام، واتساب، سناب شات، والآن طبعاً تيك توك وآخرين. فالمسألة أزلية، ولكن المسألة أزلية ولكن التطبيقات اختلفت. بالضبط، يعني فجميل جداً. بالفعل في 2004 أو 2005 حتى نحن لم نكن نتوقع كيف ستكون مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وبالفعل فقط الطلبة كانوا يستخدمون مواقع التواصل مثل الفيسبوك آنذاك. فجميل جداً أنك أنت تعرفت عليك. كذلك أنا كنت أود أن أسألك عن ما الذي ساعدك في تغلب على كل التجارب الصعبة التي أنت
تعرضت لها في حياتك؟ وطبعا هذه القصة أنا قرأتها على موقع، ممكن أنت إن أخبرتنا بها سنحس بها بشكل مختلف أو بالزاوية المختلفة، فأرجو جدا أن تخبرنا. طبعا يعني ليس بكل التفاصيل، ولكن بالتفاصيل التي أنت تحس أنها مهمة ونحن يمكننا أن نستفيد منها. بالضبط السؤال بالتحديد شنو بالضبط؟ أي قصة لو سمحتي؟ أنه قصتك مع تجربتك الصعبة في السجن، يعني ما الذي ساعدك من الاستفادة والخروج من هذه التجربة واستعادة الحياة؟ ما الذي ساعدك؟ وممكن بعض تفاصيل هذه القصة التي نحن سنراها ممكن من الزاوية الأخرى، ليس عن طريق قراءة السيرة الذاتية. اي نعم. well, وأنا آسفة، أنا أجنبية، ممكن أقوم بطرح لا عادي بالعكس، الأسئلة. انا بس لاني ما سمعت. anyway عندي ما هي الخيارات المتاحة؟ الخيارات كانت اما الانتحار، وهذا ليس بخيار بالنسبة لي، لان انا كنت في مشكلة، واذا اقدمت على الانتحار راح اكون في مشكلة اعظم، فهذا الخيار نقول له لا. نعم. الخيار الثاني الذهاب نحو المخدرات والخمور، وهي متوفرة بشكل كثير وكبير داخل سجون أمريكا، وهذا أيضا ليس بخيار، لأن مسألة تخدير موضعي لمدة قليلة فقط. الخيار الثالث وهو تقبل الواقع، وبالإنجليزية يقال try to make the best out of it، تقبل الواقع وغير وجهة نظرك تجاه الواقع، وكيف تستطيع أو تقدر أن تحول الواقع من مسألة سلبية إلى مسألة إيجابية. وهذا ما حاولت فعله من 2007 إلى 2019. يعني بالفعل في الحقيقة تقبل الوضع رغم كونه في بعض الأحيان كونه صعبا جدا، ولكن هو بالفعل أنسب خيار. وهذا يعني الكلام الذهبي في الحقيقة. أيضا أود أن أسألك على فكرة، هل ما رأيك في السجون الأمريكية؟ اوكي، هناك انواع من السجون الامريكيه، كما تعلمين وكما يعلم الجميع الحاضرين بان سجن غوانتانامو باي مثلا كان مخصص للذين اطلق عليهم بكلمه الارهابيين وما الى ذلك. فكانت مشكله الشباب في غوانتانامو باي، مشكلتهم كانت مع السجانه، السجانه كانوا يكنون لهم البغض ووسائل التعذيب وبابا بابا بابا. سجون في أمريكا مسألة مختلفة، ليس فقط السجانة ضدك كمسجون، بل أيضا المساجين الآخرين، الكل له حيلة، الكل له نية وغرض للإساءة والاعتداء والضغط والابتزاز والنصب والاحتيال على المسجون الآخر. فأنا يوم كنت في سجون أمريكا كنت أواجه ظلم السجانة وحيل وألاعيب المساجين. فلك أن تتصوري أن تذهبي إلى النوم ليلا عين مفتوحة وعين مغمضة، والسبب أن لا تعلمين من سيكون الجاني هذه المرة، أهو السجان أم المسجون جارك؟ بالفعل يعني هذا يعني جدا صعب، وفي الحقيقة يعني هذا يعني كجدا أمر بالفعل مؤلم، لأنك أنت تتعرض للخطر. يجب أن تكون حذرا سواء يعني من السجين ومن المسجون أو المسجونين. على فكرة السؤال الذي كنت جدا أود أن أطرحه، أرجو يعني أن آسف طبعا إن كانت أسئلة، لأن كوني أجنبية هناك بعض المواضيع التي بالفعل عندما قرأت القصة جدا أصبحت يعني مهتمة بها. أنت كنت تكتب الكتب في السجن، كيف كنت تحصل على الإلهام يعني أو الوحي لكتابتها؟ ما الذي كان تدفعك لكتابتها؟ اوكي، الامل ان يوما ما هذه الكتابات سترى النور، الثقه بالنفس بان كتاباتي هذه لها القيمه، وثالثا استغلال وقت الفراغ القاتل المميت
الموجود بكثرة داخل أي سجن في العالم وليس فقط في سجون أمريكا. فقلت لنفسي أوكي it's time for you to make something out of yourself. حان الوقت لأن تصنع شيئا من لا شيء. وميزة الإنسان سبحان الله أن يكون أنه قادر على إعادة ابتكار نفسه من جديد. يعني أنا في يوم من الأيام كنت لاعب كرة قدم، في يوم آخر أنا كنت موسيقي، وبعدها أنا كنت صاحب ماجستير وكنت أحضر رسالة الدكتوراه في فلوريدا. أوكي الآن كمسجون لقد حان الوقت لإعيد صياغة وإعيد ابتكار شخصية ياسر البحري، وهذا ما فعلت. حاولت أني أكون كاتب، والإلهام الإلهام موجود لأن قرأت الكثير وفي قلبي الكثير. يعني إذا كان عندك أصدقاء ممكن أنك تكلمينهم فيس تو فيس، ولكن بما أن لم يكن سوى الغرباء حولي لا يتقنون اللغة العربية، فكل ما كنت أفكر فيه كنت أدونه على الورق. هذا كان المتنفس الوحيد لي لما كنت أقرأه، سواء لمشاعري أو لغضبي أو لفلسفتي أو لتأملاتي في الحياة. الشيء الوحيد اللي المتنفس الوحيد كان لي هو الكتابة. وهذا جدا جميل في الحقيقة. الكتابة أنا أيضا مثلا أحبها، لأن بالفعل هي تعطي هكذا النوع الجميل من الانفراد مع الورقة، أنت تكتب أفكارك وكأنك تتحدث مع نفسك أو ممكن مع العالم كلها عن طريق الكتابة. كذلك أود أن يكون في هذا البث القليل من التبادل الثقافي، فهذه الفقرة ضرورية في كل البثوث عندي. فأنا أود أن أعلمك كلمة روسية هكذا كفقرة قليلا نبتعد عن الموضوع وثم سنعود. يعني سأعلمك كلمة روسية لطيفة، ولكن كذلك أرجو أن تعلمني كلمة من لهجتك، فكلمة صعبة سيكون بإمكاني استخدامها. ممكن أنت تحب استخدامها. على فكرة جدا أحب بثوثك لأنك أنت تبدأها بطريقة جدا لطيفة، إما يلا يعني هكذا تقول كلمات لا أفهمها كلها. أرجو أن تعلمني مثل هذه الكلمات. أنا أعلم وأعرف كلمة روسية. Can I try it? طبعا أكيد أعرف كلمة واحدة. يلا تزدروفيا. واو، يعني هي نخب أنتم تقولون عند يقولون كالعادة هو نعم. هذا ما أتذكره. نعم بالفعل في الحقيقة يستخدم كثيرا زدروفيا. صحة ونحن نقول لصحتك، معناها حرفيا لصحتك، يعني عندما أنت تشرب وتأكل شيئا لصحتك. هو النخب المنتشر في روسيا. يعني believe it or not تعلمت الكلمة هذه من شخص كوبي. الكوبيين يتكلمون اللغة الأسبانية، ولكن كوبا لمرحلة من الزمن لمدة تقريبا 50 عام كانت حليفة للاتحاد السوفيتي. فكان هناك الكثير من الدكاترة والمعلمين والأطباء والطيارين وفي السلك العسكري كانوا متواجدين داخل كوبا لعشرات السنين، وقاموا بالتزاوج مع الكوبيين. لذلك اليوم إلى اليوم بعض الأسماء الكوبية أصولها روسية، مثلا هافيير. يعني جميل جدا. بالفعل هناك علاقات جدا وثيقة بين كوبا والاتحاد السوفيتي، والآن يعني بين كوبا والاتحاد الروسي. ويعني جميل، هذا غريب أنك تعلمتها من كوبي من نظرة الأولى، ولكن مع الخلفية التاريخية يصبح واضحا. جميل، ولكنني سأعلمك كلمة أخرى جميلة، وهي أهم كلمة لأجنبي يأتي إلى روسيا. طبعا كلمة التحية. وعلى فكرة أنا أدعوك لزيارة روسيا، وإن أتيت إلى موسكو عندك هنا مرشدة سياحية، يعني أنا سأكون مرشدتك السياحية فدون أي شك. فقط أرجو أن تكتب لي، وعندك هنا أخت ومرشدة سياحية في أي وقت. إذن سأخبرك بكلمة التي بالفعل ستساعدك. بري فيت. أوكي، say it one more time. طبعا أكيد.
ريفيت. بو ري فيت. واو واو، جدا رائع جدا رائع. على فكرة نطقك وكأنك أمريكي جدا. أمريكي. لا للأسف. على فكرة نعم، أنا هكذا بنفس هذه الطريقة تقريبا يتحدثون الأمريكيون بالروسية، والله بنفس هذه الطريقة. نعم. للأسف. نعم. يعني أيضا أيضا سأعلمك كيف ستقدم نفسك، وهنا كلمة جدا بسيطة، فقط عليك أن تقول يا، يعني أنا مثلا يا ناسا، وأنت ستقول يا ياسر. Hey, that's easy. يا ياسر. واو، رائع جدا جدا رائع، يعني عندك بداية رائعة موجودة، فهذا جدا رائع ممتاز. أريد جدا كلمة صعبة، ممكن كويتية، ممكن من اللهجة، أو أنت، أنا جدا معجبة ببداياتك للبثوث، ولكن لا أفهم كل الكلمات. أنت تبدأ كإير إير إير، يعني ممكن هي لا 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 لها معنى، ولكن على أي حال. أوكي، اللغة الكويتية المحلية صعبة لدرجة أنا لا أفقهها، عندي سنين عنها. ما رأيك أعلمك بعض الأحرف، لغة الإشارة بالأحرف الإنجليزية؟ واو واو، جميل جدا، هذه رائعة. نعم. أوكي، خليكي معي. هذه آي. آي، أوه، يعني لما أنا تزلين، لما تنزلين يدك إلى الأسفل معناتها سبيس، فراغ. فراغ. واو. آي. آي. فراغ. فراغ. دبليو. هذا دبليو. آي دبليو. هذا أي. أي. هذا أي. واو. وهذا إن. إن. أوه صح. وهذه تي. بالفعل هذه يعني شيء سيء في روسيا، هل في الحقيقة؟ أنا هذا آي. يكفيني آي. أوكي أوكي، خذي هذه أجل. I. I. L. L. L مفهومة مثل L. نعم. O. 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 V. V. مثل V. E. E. Okay. Let's start again. I. I. L. O. V. E. L. O. V. V. E. Space. No. R. U. U. S. 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 I. I. A. A. معناها؟ I love you, S. A. I love R. U. Double S. I. A. I love Russia. I love Russia. Oh my God. I'm جدا سيئة. Are you sure you're from Russia? Are you sure you're from Russia? أكيد. على فكرة لا، هذه صعب ولكن جميل. اللغة أين يتم استخدامها في الحقيقة؟ أوكي، أنا شخصيا تعلمتها في سجون أمريكا. هذا كان للتواصل. تعلمتها بين رجال العصابات، يستعملون لغة الإشارة للتواصل عن بعد، خاصة في الانفرادي. ولكنها لغة رسمية 100% تستعمل في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الصم والبكم. حتى لأن عندنا في روسيا هذه اللغة كثيرا تختلف عن الأحرف، لأن هناك مثلا V، صحيح V هي مثل V، أو L، لا L كانت هكذا مثل L، يعني هي مفهومة على كانت هكذا L، ولكن في الروسية أبدا يبدو من المستحيل إيجاد الأحرف في الحركات. يعني هنا نعم جدا، فقط هناك حرف واحد يعني في روسيا، حرام يعني. لأنه جدا سيء عندما واحد يريد. وفي بعض الدول العربية أيضا.
أوه فلهذا ولكن ما معنى هذا الحرف؟ أتمنى أنا غير موجودة في الكلمات انا التي بالنسبه لي لا أتخيلها. مانع. جميل جدا، أوه رائع جدا. على فكرة أنت أول ضيف علمتني شيئا مختلفا تماما، وهذا جدا أشكرك على ذلك، جزيل الشكر. كذلك أود أن أسألك عن الكويت، المكان الذي أنت ولدت فيه، الآن يعني ما هي أجمل، أنا كوني طبعا أجنبية أنا جدا أحببت العالم العربي واللغة العربية، حلمي أن أزور كل دولة، وأرجو جدا أن تخبرني عن أجمل أماكن في الكويت في رأيك، وسأكون جدا سعيدة لزيارتها يوما إن شاء الله. بكل صراحة نعم الزمن توقف مع دولة الكويت الحبيبة، ولكن الشيء الوحيد اللي ممكن أنا أقول لك عن الكويت شعبها الطيب، ناسها الطيبين، قلوبهم طيبة للغاية. هذا الشيء الوحيد الذي سوف تسعدين إذا قدمتي إلى الكويت. أما المرافق الحكومية، المرافق العمومية، الأماكن الترفيهية، المنتجعات، العمران والبنيان، لقد توقف الحال في الكويت منذ التسعينات للأسف. غروزني is a better place to visit than Kuwait. في شيشان أنت تقصد، عاصمة لقد شيشان؟ توقف أيوة غروزني شيشان تشيشنيا، لقد توقف الزمن في الكويت منذ زمن بعيد، ولكن شعبها الطيب، قلوبهم الصافية والطيبة. You are most welcome to come and visit. نعم بالفعل هكذا أحسست، لأن جدا الكويتيون الذين أنت تعرفت عليهم جدا طيبون ومثقفون، وعندكم الكثير من الشعراء، أنا لاحظت أن في الكويت الكثير من الشعراء، وهذا جدا أمر جميل، وأصلا تحبون اللغة، تكتبون يعني باللغة، إما النثر إما يعني الشعر، وهذا جدا يعني أمر لطيف، يعني هكذا أحسست كأجنبية، وكذلك بكرم الضيافة أحسست. يعني بالطبع نعم، يعني على أي حال أنا جدا جدا أتمنى أن آتي. طبعا أود أن أخبرك قليلا عن روسيا، لأن أدعوك جدا لزيارتها. أنت ذكرت شيشان وذكرت غروزني، جميل أنك أنت تعرف عاصمة شيشان، في الحقيقة ليس الكل يعرفون، هذا يدل على معرفتك. في الحقيقة جدا أنصحك كذلك بزيارة، بالإضافة إلى موسكو هي عاصمة روسيا الاتحادية، كذلك العاصمة الثقافية لروسيا، وهي مدينة سان بطرسبورغ، ممكن سمعت عنها، Of course. فيها روعة بالفعل، روعة من الأماكن الثقافية التاريخية، والحياة فيها أنت مرات تحس وكأنك يعني في مدينة من القرون الوسطى، ولكن بطريقة جميلة، لأن فيها صحيح. إرمتاج، قصر إرمتاج، وهنا بإمكانك أن ترى حياة كيف كان القيصر يعيش، ما الذي كان يرتديه، ما الذي كان يستخدمه، ويعني الأجواء أكثر من رائعة. كذلك مدينة فيها الليالي البيضاء، إن أتيت في فترة معينة في الصيف في شهر يوليو، أنت يمكنك أن تعيش النهار بأكمله، يعني دون ظلام، حتى في نهار ليست هناك ظلام، وأنت يمكنك أن تتجول. فدائما أدعو كل ضيوف لزيارة روسيا لتبادل الثقافة. أتمنى بإذن الله نعم كذلك. على أول طيارة بعد الحظر، بعد الكورونا. نعم سأكون في انتظارك. وكذلك ضروري أن أسألك عن مشاريعك المستقبلية، أنت ما هي المشاريع التي أنت ممكن تخطط لها، أو كيف أصلا أنت تعامل فكرة المشاريع وبناء المستقبل، يعني هل أنت معها أو يعني أنا عندي مشاريع كثيرة، ولكن الآن منغمس في، أنا لسه يعني حديثا طبعت وعندي إصدارات جديدة من كتب ياسر البحري التي قمت بكتابتها وخطها في سجول أمريكا. فالآن شغلي الشاغل هو نشر هذه الكتب من أجل المعرفة ومن أجل الريع ومن أجل السمعة الطيبة، إن هذا الإنسان على الرغم من إنه دخل السجون
على الرغم من انه المفروض يطلع منكسر، المفروض انه يطلع منهزم، المفروض انه يطلع يمشي جنب الحيط، المفروض انه يطلع ويمشي وعينه في الارض، على الرغم من الكلام والستيريوتايب، احاول اوصل معلومه للاخرين وايضا المساجين الموجودين في اي سجن في العالم بان المساله ليست بالصعب للغايه. انت عثرت في حياتك، قم انفض ملابسك واستمر في طريقك وسوف تصل. نعم، وهذا يعني بالفعل عندنا في روسيا مثلا نحن نقول أن هناك بين الحكم الشعبية نحن نقول أن لا أحد يجب أن يقول أنه أبدا لا يتعرض إلى الفقر وإلى السجن. لهذا السبب كل إنسان يمكن يعني كما حصل معك إن كانت التهم المفبركة أو أي شيء وهو لا يعرف في بعض الأحيان القانون وهو وقاص الفخ، هذا يحصل. لهذا السبب في الحقيقة معظم الناس يحسون بالخوف من إن حصل هذا فيعني حياته مكسورة، ولكن أنت عملت بالفعل عملا جبارا. وأنا عندما قرأت قصتك فقلت لنفسي بالفعل كم هو جميل أن واحد يعرض للجميع أن في كل الظروف يجب أن نبدأ من جديد، أن نقف يعني رغم كل ما حصل ويعني نواصل طريقنا وبنجاح. كم هذا جميل بالفعل أنك أنت تعطي العمل وممكن الراحة في النفس لكثير من الناس، لأن قصتك هي تقريبا القصة الأولى الناجحة جدا أنا سمعتها عنها. أن الإنسان، أنا حتى أرى فيك أنك أنت لست مكسورا، أنت بالعكس هذه تجربة جعلتك أقوى بكثير ولم يعني تقوم بتكسيرك، وكم هذا أمر مهم في رأيي. نعم، وهذا من فضل ربي. نعم أكيد. هل كان الإيمان يساعدك وفي Of course، الإيمان أنقذ حياتي مرارا وتكرارا داخل سجون أمريكا. كيف لك النوم في منتصف الغابة دون الثقة الواحد القهار بأنه زي ما بيقولوا بالإنجليزي he got you back؟ هذا الشيء الوحيد اللي كان يجعلني أذهب إلى النوم وأخلد في النوم ثقتي بالله سبحانه وتعالى بأنه الحافظ. نعم، في الحقيقة أنا أعرف ما أعرفه من كثير من التجارب في روسيا بالفعل الإيمان والله يساعد الناس الذين يؤمنون في كل تجارب صعبة، وكم هذا أمر حكيم. كان يمكنك أن تقول كيف هذا حصل، يعني كما يعملون الناس الذين لا يفهمونك حكمة الحياة يقولون لماذا ويبحثون عن من يمكن اتهامه، ولكن كم هو الجميل الاعتماد على الله في كل الأحوال. أنا طبعا لست بي يعني كبمصدر يعني كأقوى وأهم مصدر في الموضوع، ولكن يبدو لي هكذا أن الإيمان بالفعل هو أهم شيء، وجدا يساعدني كلامك أن هذا ما كان يساعدك بالفعل جدا يساعدني. أنا في الحقيقة جدا جدا تشرفت بمعرفتك وفخورة لهذا البث وفخورة لأن نحن تحدثنا بالمباشر، وأسف إن كان أي شيء يعني ليس كما هو مطلوبا، فكوني أنا روسية فممكن هناك بعض الاختلاف في الثقافات، ولكن جدا أحببت البث وشخصيتك وأرجو أن نبقى على تواصل ولا يكون بثا أخيرا، بل نبقى على تواصل و لقاءات أخرى، وكذلك أرجوك أن تزور روسيا يعني إن شاء الله. ويشرفني للغاية، يشرفني يشرفني يشرفني، وشكرا جزيلا على دعوتي وإن شاء الله لن تكون الأخيرة. نعم، أنا جدا أشكرك على البث وأرجو أن نبقى على تواصل. Have a good night. Have a good night. تصبح على ألف خير. نعم، إلى اللقاء. شكرا صديق، إلى اللقاء. باي باي. بريفيت. واو، أنت جدا رائع، يعني حفظت الكلمة وهذا صعب. واو، نعم، ألف شكر. نعم، ألف شكر. السلام عليكم. وعليكم السلام، إلى اللقاء.
اللقاء. إن أردت صديقنا يمكن أن أساعدك. دقيقة. أو ياسر أنا أو تمام. أنا جدا أشكركم على المتابعة، وفي الحقيقة جدا معجبة بضيفي، وهو بالفعل غير مقاربتي لهذا الموضوع، وهو أظهر أن الشخص يمكن أن يصبح أقوى في كل التجارب الصعبة، إن كان يؤمن بالله، إن كان عنده التقبل بالوضع. وأنا بالفعل أحببت البث، وأشكركم على تعليقاتكم، وجدا أرجو من كل من لم يكن يتابع ياسر أن يتابعه، لأنه يبدو لي أن هذه القصة بالفعل تعطي نوع من الشعور هكذا الطيب، عندما أنت تفهم أن رغم كل الصعوبات وكل ما هو يمكن أن يحدث في حياتنا من المصاعب، مع الإيمان في الله، مع تقبل، مع الحكمة، ورغبتنا في تقوية شخصياتنا، نحن يمكن أن نحصل على نتيجة إيجابية، وحتى لا نخرج منه واد، بل نستفيد منه. فأنا جدا أعزائي أشكركم على تعليقاتكم الجميلة، على كلامكم الرائع، وجدا أحببت البث وأحببت ضيف، وجدا جدا جدا أشكركم. ألف ليلة حبس انفرادي هو الجزء الثاني لكتابي خلف الأسلاك الشائكة. تخيل، ليس فقط أنت في أعنف سجون الولايات المتحدة، بل أيضا في الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 1000 ليلة. ولكن على الرغم من المصاعب وعلى الرغم من المحن والظروف الصعبة، إلا أني استطعت أن أدون قصتي بالكامل وما حل بي في الحبس الانفرادي في الولايات المتحدة الأمريكية في كتابي 1000 ليلة حبس انفرادي. أعدك يا عزيزي القارئ، إن بدأت في قراءة هذا الكتاب لن تستطيع التوقف من شدة الأكشن والإثارة.